يلا راح نكمل مال اسبوع ذاك اللي قلنا شنو الاسبكتروسكوبي مو صحيح؟ شنو اخذت شنو قلت علي يا فاهم؟ شنو قلت لكم اهم شيء اني؟ ها؟ اي اللي هو لو فريكونسي هاي فريكونسي شنو بعد عكسها؟ شورت ويف ليف هاي ويف ليف وراح ناخذ ذي المفاهيم هذا الكورس راح ناخذ اليو في والاي ار اف تي اي ار والماس سبكتروسكوبي وراح ناخذ كل وحده مفهومها على شنو تشتغل واضح؟ هسه باع وياي احنا هذا اخذناه ذاك الاسبوع هسه هذه المسطره باعية احنا فضلنا اللي ويا من اخر شيء يعني باع وياي يو في فيزبل الترا فايلت لايت يو في فيزبل فيزبل لايت والانفراد يعني الاي ار عن يمينك عن شمالك الى على المسطره واليو في عن يمينك واضح؟ الاي ار مو لاعبين جيمز شايفين هذا النقطة الحمراء اللي تروح أو هاي النظارات اللي تشوف تعطي أشعة تشوف بالليل بشكل واضح هاي شرح راح ناخذها مفاهيم أنا متأكد يعني بس قراية بسيطة تصير كلش أوكي واضح؟ ما وياي أخذتوه هذا مو لامبرت بير شفناه مو أخذنا الجهاز شفت الجهاز مفاهيم ما وياي يو في سورس ما وياي يو في سورس شنو عندك أنت؟ قلنا صح ناخذ راح ناخذ سامبل ستاندرد مالته الستاندرد اللي هو على الاغلب شنو مذيب انا مش استخدم راح استخدم ترانزيشن مو حاله انتقاليه ترانزيشن ستيت ما هو يعني يقول لك ذا سبكتروسكوبيك بروسيس شنو البروسيس اللي يصير باليو في؟ تتوقع يصير؟ هسه انا جيت على الجهاز هنا باع وياي هذا الجهاز شنو بي؟ بيو في سورس وبعد باع وياي هاي العدسات عدسه 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 عندك سامبل عندك الرفرنس الرفرنس شنو هو؟ قلنا السولفنت صحيح؟ تذكرون انا قلنا السولفنت باع وياي وهذا السامبل السامبل شلون يسوي بي؟ اش بيكم بين الاحمر؟ شنو طبيعه الضوء؟ طبيعه الضوء ايش قلنا؟ اي مهم المحرك ساقي الاضوية طبيعه الضوء موجيه اللي هو شلون صاير؟ اذا عندك الاكس والواي راح يصعد وينزل مو صحيح؟ طبيعه الضوء موجيه باع وياي وهذا عندك شنو؟ هذا الاوتبوت يطلع لك شكله طيب مو بالكم سؤال قلت لكم ليش الحزمه تطلع الروت؟ من يجاوبني عليها؟ ليش تطلع الروت؟ ها؟ يعني ليش موجية؟ لا ليش عريضة؟ بس التداخلات شنو؟ ما هو يعني شو راح يشتغل اليو في؟ انا عندي سامبل مو صحيح؟ انا السامبل شو راح اخليه راح اعطيه اشعة مو صحيح؟ الاشعة شلون قايلة؟ اشعة بمنطور موجي محدد نرجع على المسطرة اللي هو شو تجهز لي؟ جهز لي يوفي يعني هسه ترى تروح تلقى السورس مكتوب عليه 270 280 300 310 واضح مع حسب المنطقه الموجيه المستخدم قلتوا لي بالله عضويه اخذتوا يعطيكم رقم منو قال لي استخدمنا وطلع رقم؟ اخذناه من جهاز مو صحيح؟ هنا ما راح نعطي رقم وبعدين ترسل وتطلع تقاطع هنا راح يعطيني طيف واضح؟ باع وياي ان ذا يوفي سبكتروسكوبي ذا سامبل از ايريديتد وذ ذا broad spectrum of the UV radiation هاي الوحدة باو لاي if particular electronic transition match the energy of a certain band of UV it will be absorbed هسا احنا عندك نموذج ها احنا دا نحكي تكنيك مو شو راح نفسر انواع الانتقالات عندي نموذج سامبل راح يمر به الضوء شو راح يصير؟ راح يمتص ذاك الاسبوع ايش قلنا؟ هنا الضوء المرئي اللي احنا نشوفه الازرق هسه راح تشوفون راح نشتغل راح يعكس شنو؟ يمتص الكل ويعكس اللي شنو؟ ما يمتص يعني هاي هسه لابس ازرق شلون ازرق مخطط شلون راح يعكس ها؟ جزئي مو جزئي يا ابوي شنو جزئي؟ جزئي شلون؟ ها؟ فهمنا الفكره؟
يعني هسه انا هذا السامبل مالتي خلي راح اعطيه مو للوالد من ياكل الوالد هسه انا جهز الطاقه مالي مو فيه راح ياخذ طاقه هاي الطاقه هسه راح نشوف راح تاثر علي راح تاثر علي راح تاثر عليه في شيء معين حتى شطني ينطيني تردد الى شلون هسه هسه لامبر فير احنا شنو اخذنا الانرجي لها علاقه بيش E يساوي H V شنو قول الموجي والتركيز شنو بعد تردد تردد قول الموجي ثابت بعد شو يساوي السرعه انا شحكي كمان نفس الشيء على قول الموجي باو هسه سرعه الضحك ولا باو يعني the remaining UV light passes through the sample and is observed يعني باو يعني يقول if a particular electron transit marks the energy of a certain band of UV to be absorbed يعني اذا صار يعمل نفس طول الموج راح يصير به راح يمتص هو ما يمتص كل الطاقه راح يمتص وش يصير بعد remaining UV light passes through the sample and is observed from this residual radiation a spectrum is obtained with a gap at this discrete energy this is called absorption spectrum بعد absorption spectrum هذا ذاك الاسبوع ايش قلنا لكم انواع الانتقالات؟ قلنا عندنا ان وجواه باي وجواه شنو؟ وفوق وفوق هسه اليوم ايش راح يتعامل وياه؟ بس انتقالات الكترونيه هسه راح اشوف انواع الانتقالات الالكترونيه يعني انتقالات الكترونيه انا عندي ازواج الكترونيه وراح اشوف وين صاير الازواج يعني صح يقيس لي راح يقيس لي حاله من حاله من حاله من حاله الحال من حاله البيس اللي هو جراوند ستيت اما بالحاله الاكسايتد ستيت اللي هي المثاره او حتى بالجراوند ستيت اصعد من واحد لواحد يعني من باي للان مستر باي للان او من سيجما للان او من سيجما الباي واضح بعدين سيجما باي ستار سيجما سيجما ستار باي باي ستار باي ذن وي دبل تذكروا اللي هو مثل هذا شو يحتاج؟ يحتاج مصدر يعني يحتاج طاقه كل ما صارت عندي الطاقه اعلى زين الطاقه هاي من يلقاها هسه على المصدر اللي قلت لكم ذاك الاسبوع؟ يلقاها طول موج وين؟ اقل صحيح؟ هسه راح نفهم هو احنا بس راح باعوا وياي هاي كل الحكي بس يقول لك هذا راح يمتص اكو طاقه انا عندي مصدر راح يمتصها زين وجزء ما يمتص راح يطلع وين؟ راح يصير ديتكشن واضح؟ لحد الان اوكي العلاقه بالامتصاصات باعوا وياي قريتوا الهوم والامر ولا هسه انا عندي لوست انرجي وكوبت هاي انرجي اللي هي هومو والهومو باعوا وياي ذا لوست انرجي ترانزيشن ماس اوفن اوبزيرف باي يو في باعوا وياي لوست انرجي ترانزيشن اند ماس اوفن اوبزيرف باي يو في is typically that of the electron in the highest equivalent molecular orbital high equivalent molecular orbital تذكروا الاوربيتالات شلون صايره؟ قريتوها ولا بس ما عندكم اياها؟ راح تاخذوها ترى هذا بالبريسايكليك لازم انتم اخذتوها بالبريسايكليك العام عام اخذناها بس المفروض هذا واضح عندكم زين بالهومو to be lowest unequivalent molecular orbital هسه العلاقه بالهومو واللوم هاي واحدة باعوا يعني for any bond there of electron is a molecules in a molecules the molecular orbital are a mixture of the two contributing atomic orbital for every bonding orbital create from this mixing sp there is a corresponding antibonding orbital of symmetrically higher energy هسا احنا تذكرون الهيدروجين والابسط مثال HCl مو يجيب يقول لك ال H هاي الاس وهذا مال هالطوبه والسي ال هذا البي وراح تذكرون من يدخنون يصير هيجي وهذا مو ما اقصد بوله هنا حرامات صح يصير بعد راح يداخل اوربيتال اوربيتال اس اوربيتال بي شنو؟ بي باع وياي السيستم باع وياي مو صحيح؟ اللي هو الحاله المثاره الحاله المثاره واضح؟ يعني هسه انا بس مجرد الفكره شو راح اسوي؟ انا راح اثير حاله مثاره من الادنى للاعلى عن طريق شنو؟ الطاقه مال هذه مال يوفي وجيت لكم انا بعد جيت لكم اليوفي ترى ما يشخص فيه
غلط احمد اللي اشتغل بيه ترجمه. يعني هو يشخص لي مثلا العصرة مزدوجه ولا كنت حاج راح تنظر فقط لي مثل ما يعطيني مثلا الاي ار او الان ام ار واضح؟ حتى الاي ار شو تقنيه التشخيص راح يشخص لي بس فانكشنال جروب واضح؟ بس الان ام ار غير تقنيه يعني يشخص لي تمام واضح؟ مع ولاده لو اسال اجي اوكوبيت اوربيتال ارتيبيكال اذا اس لايكوايز ذا كورسبوندينج انتي بوندينج شنو نفس الخدمه سيجما سيجما ستار ان ان ستار باي باي ستار ما اقول ان ستار يا ولد شو تقولوا لي؟ سيجما سيجما ستار باي باي ستار والستير بارت شنو؟ الام هسه ناخذها بالتفصيل بس اصبر عليها باعوا وياي بي اوربيتالز ار اوف somewhat higher energy and their complementary anti-bonding orbital somewhat lower in energy than S. S star, what was S? واضح؟ باعوا وياي احنا مو عندنا شنو عندنا حالة؟ ground state excited state باعوا وياي يعني هذه هسه هاي الحالة مالتي باعوا وياي هذه عندي الام الام هذا شنو هو؟ ستيب مالتي الوسط ام جوا شنو عندي؟ سيجما وباي وفوقنا شنو عندي؟ عندي باي ستار اول مره وبعدين سيجما ستار اول شيء لازم افتهم كم احتماليه راح يصير عندي اول احتماليه من سيجما للباي ومن سيجما للام اثنين ومن سيجما للان من سيجما للان ستار ثلاثة سيجما سيجما ستار وعندي من باي للان وباي سيجما ستار وباي باي ستار وعندي من الان وعندي من الان للباي فهمتوا هسه الانتقالات كلها؟ لان كلها تصير بس هذه احنا شو نحدد؟ نحدد عن طريق هذه بس اللي نعرف دي يروح من سيجما ستار باي ستار او من سيجما سيجما ستار يعتمد على شنو؟ على المسطره اللي قلت لكم بالبدايه على الطاقه واللي قلنا لكم كل ما كانت العدد هذا الويف نمبر قليل كل ما كانت الطاقه شنو عاليه معناه انا اذا اريد اصعد من سيجما سيجما ستار شو احتاج؟ اي معناه شنو الطول الموجي؟ اقل اللي هو اقل احنا قلنا جوا ال 200 انا اريد اعتمد فاكيوم وفوق فوق ال 200 هذا العادي من ال 200 ل 560 واضح؟ فوق 670 هو شنو؟ فيزبل وانا اشوف بيه واضح؟ هاي رجعتوا انتم مال العضويه؟ رجعتوا ولا لا؟ لا تفرجوا العضويه هذه هذه من اجي هذا شو اسمها القاعده؟ من اخلي الكترون الكترون بالاس وبعدين بالبي وبعدين ازوج ازوج الالكترون ها؟ شو اسمها شو اسمها؟ ها؟ شو اسمها؟ بعض هاي تعيدون اياها كلها ابويا زين؟ بعض شنو قانون بيرت لو؟ بيرت لو ليميتيشن محددات بيرت لو اكو شيء بين بيرت لو اخذتوا تحليليه لو لا هسه تحليل لا ولا محاضرات؟ مو هاي لازم ويا تحليل هذه ويا البيرلو شنو بعد؟ يجيكم علي اول واحد اخذناه؟ لا لا اخذناه هذا مال الطاقه تساوي ثابت بلانك هسه كم شوي ها؟ هسه راح تاخذون بالتفصيل بالتحليل الالي باعوا وياي من يقدر يسوي لي فد هيك بورت صغير على البيرلو؟ ايه تسوي لنا واحد، وإذا تقدر حتى تشرح اسمه لا، واضح؟ ما وياي هسه هذه. الفكرة مال ليميتيشن اكو محددات بالبيرلو، لها علاقة بيش بالسولفنت. واضح؟ ايه بالسولفنت. ما وياي يحيد عن يحيد يحيد عن ال يعني هسه باع هسه هذا البي والاي وهذا الحقيقي. تشوف الباند؟ راح اشكو اسبوع لك كله هذا حتى عبر عنها باع وياي بالطاقة
الطيف راح يطلع عندنا نويز يعني فد بيكات مرغوبة. هذا النويز العلاقة ليمتد ريد اوت ريزوليوشن دارك كارنت اند الكترونيك نويز وفوتون ديتكتر شوت نويز وعندك سيل بوزيشن انسيرتينالي وعندك تشينجينج سامبل وعندك فليكر. تشينجينج سامبل ابسط مثال تذكرون لك سؤاليتكم بتكون من جنس الخليه لازم شو نسوي لها؟ يعني اول شيء لازم الخليه كوارتز لازم نغسلها بالمذيب نفسه وبعدين شو تسوون لها اذا انتم مسوين سامبل؟ نشفها حزين تشي نشفها كل زين خصوصا الجهه وين؟ الجهه راح تمتص تخليها واضح؟ الجهه اللي تمتص راح تخليها بعض الناس هسه اهم شيء هذا تايبس اوف ترانزيشن اول ترانزيشن هسه احنا مو قلنا اليوفي شيء قسمه ذيك عليكم ابويا لامبرت بير وهذا راح تاخذ انتهي الالي فما عيدها واضح هسه احنا هنا خلاص هنا هذا راح يطلع من هناك كلش فاهمين ان شاء الله باو جاي تايبس اوف الكترون ترانزيشن انواع الانتقالات اول شيء عندي ايونيك بير باو وياي انت مو عندك حتى تكون دور ايونيك بير باو جاي ground state of anorganic molecules contain valence electron three principal type بالحالة الاستقرارية العادية واضح؟ باو جاي سيجما اوربيتال باي وبعد عندك شنو؟ اند فيلد بات نون بوندد اوربيتال ان صح ولا لا؟ هسه قبل شو قلنا ان هسه تعرفوا باو جاي يلا زين؟ باو جاي هسه راح نحدد كل انواع الانتقالات فهسه انت من تجي زي ما اخذنا يوفي راح تقول تنتقل هنا وتنتقل هنا عندي هذا الانتقال هذا الانتقال اول انتقال بالجراوند ستيت اللي هو مو بالجراوند ستيت عفوا بالجراوند ستيت عندي شنو هو؟ الفالانس الكترون 3 برنسبل تايب اللي هو باع وياي سيجما الكترون وباي الكترون باع وياي وان الكترون طبعا احنا الان الكترون كلش مهم واضح؟ سيجما اللي هي يا هي العاصره منفرده مثلا سي اتش ما ادري شنو هسه سي اتش 3 الباي ليش مزدوجه اللي هي اوربيتال بي ويا من ناوي اوربيتال بي راح يتداخل وتكون لي العاصره المزدوجه طبعا هذا هم حتى بالتربل بوند طبعا هنا العاصره مزدوجه كل العاصره مزدوجه كربونيه سي دبل بوند اي عاصره مزدوجه يعني العلاقه وين تحكي معه حتى ما تحدد بس بار مثال تحكي وين؟ داحكي لا داحكي باي ابويا داحكي باي مو هم باي ما موجود واضح؟ النوعية الثالثة هذا اللي شو يسموه؟ الايونيك انشيال ايونيك بير ان اتش 2 اس اتش او اتش فهمتوا هسه؟ فهمتوا هسه؟ هاي اول نوعية احنا تقريبا خمسة او ستة ناخذها فهمتوا ابوي هسه؟ واضح؟ شو اسمك انت؟ عمر واضح؟ مصطفى باوي هاي يقول لك بو سيجما اند باي اوربيتال ار فورمد فروم ذا اوفرلاب اوف تو اتوميك اور هايبريد اوربيتال تهجي راح يدخلون الاس والبي شو تقولي؟ راح تقولي اس وبي مو صحيح؟ راح تقولي اس وبي وفي هاي البي العاديه السيجما والباي عفوا سيجما والباي واضح؟ هاي الباي الكترون واضح؟ ايتش اوف ذيس ماركر اوربيتال ديفر هاز انتي بوندينج هاي قاعده معروفه ما سامعين قاعده هوند مو صحيح؟ هذا عادي عادي امي هسه انت عندك سيجما وكل وحده مو قلنا كل وحده بوندينج وانتي بوندينج بوندينج وانتي بوندينج هسه انا عندي اول اثنين سيجما والباي السيجما عندي لها شنو بوندينج والانت والباي عندي شنو لها انتي بوندينج وافتهمتوا الان هسه هاي شنو البيس هسه عندنا سيجما هسه فهمتوا افضل مو افضل من لاعب مو فهمت ولا لا؟ عمر ابوي هسه عندي ابسط انواع ثلاثه اما سيجما او باي او ان السيجما واضحه العاصره منفرده الباي العواصر مزدوجه الان غير مرتبط عن شيء صح يعني هسه انت
كل شيء عندك بوندينج اللي هو غير من صاله السيجما ويا سيجما. صار نيويورك سوينا شو اسمه غير تهجين ما في تهجين تو اس بي 1 واس بي 2 اس بي 3 مو صحيح؟ صح ولا لا؟ كل وحده من ذنيرها شنو؟ انتي بوندينج هاي بوندينج الى انتي بوندينج واضح؟ بعض الان اوربيتال كونتين ان الكترون does not have an anti bonding orbital because it was not formed from two orbital. فهمت الفكرة؟ ها جسم جدي. ليه ذكرت شيء؟ مقام صح. وانت عمر مو؟ مصطفى. اربع باقي مو؟ ها وانت خمسه. ما هو يا ما لي انت فهسه هو ما بس بابا هسه هو المسطره هاي هسه اخذناها سيجما باي ام السيجما والباي كل واحده لها بوندنج وانتي بوندنج ليش؟ لان ناتج من تهجين ارتباط الام ليش؟ because it was not formed from two orbital يعني مو two orbital الكترون ترانزيشن involves a promotion of an electron from one of the three ground states بابا The ground state عندي N, sigma, N, وباي. Sigma و N وباي. باي وياي. To one of two excited states. Sigma or هسه قلت لكم اياها. Sigma star, باي star. إذا هسه كم انتقال عندي؟ أنا بالground state عندي sigma, باي و N. بالexcited state عندي شنو؟ Sigma star. Sigma star. والله ولا دفت تفهمون. وجوكم تقول عكس. نبقى ويا هذا. انا عندي انتقالات الكترونيه خوش حكي عندي انتقالات بنوفي عندي انتقالات الكترونيه هذا الانتقال الالكتروني غير افتهم انا شنو عندي الكترونات مرتبطه عندي اول نوع اول نوع تايبس اوف الكترون ترانزيشن زين باو ياي تايبس اوف الكترون ترانزيشن باو ياي اول شيء راح نجعلها على جراوند ستيت عندي سيجما وباي وان اهل يمكن اول مره تفتهمون والله اريد احلف مو اول مره تشوفوني كين عافية عليكم ايش ماخذين بالهضوية زين وهذا الباي وهذا السيجما واضح السيجما والباي لين جايه من تهجين فبيها جراوند ستيت واكزايتد ستيت هي المصدر مالهم الرئيسي خوش حكي الان ما بيها اكزايتد ستيت ليش؟ واحد فصارت عندي خمسه باي سيجما باي وان وسيجما باي ستار خلاص اوكي هسه ما لي علاقه هاي المصدر مع الطاقه واللي اعرفها واضح؟ لحد الان اوكي؟ ما هو يعني شوف هاي مرتسمه هنا على الحائط هسه ما حاجه هذا الان باو يعني هسه انا عندي انتقال اقوى انتقال من سيجما لسيجما ستار بس انتبهوا شو يحتاج؟ انا حتى انقلك هسه من نار اشوفك بمكان فشي شو احتاج؟ مو صحيح؟ اذا اريد اشيل من نار فشي هنا شو احتاج؟ قلت لكم القاعده مال المسطره مال الضوئيه المسطره الضوئيه هاي فريكونسي لو فريكونسي بالعكس لو فريكونسي هاي فريكونسي لو لو ويفلينك هاي اللو ويفلينك ثيري هاي انرجي فهسه هو احنا ما راح يعطينا ارقام فهمت مصطفى من سوى بالمختبر يطلع لك 230 او فشي يعني انت فهمت هسه انتقال من دي يصير لك يعني هسه باور من سيجما سيجما ستار جنرال 170 ومن باي باي ستارات نفس الطاقة وهذا نفس الطاقة باع وياي لا 150 175 270 احنا نحكي عن نانو متر هسه فهمتوا ليش اقول لكم مو مال تشخيص ليش؟ لا مو ما حدد باع وياي من سيجما سيجما ستار وباي باي ستار تقريبا طلع نفس الطول الموجي مو صحيح؟ صعب التمييز واضح؟ واضح؟ باع وياي هذا 185 بس عموما انت هسه كنظره من تشوف طول موجي عالي يعني الطاقه القليله ما معناه شنو؟
اوكي معناه الانتقال قريب، مو انتقال حيل بعيد مثلا من سيجما سيجما ستارت. واضح؟ هاي فهمت هاي الفكره؟ تفهمها قبل يجي؟ اي ها؟ اخذتوها هاي؟ ترى لا ما عليه بالعافيه وين؟ في اليوفي ايش عليه بالعافيه؟ اي ما اخذ ها؟ عطاقه هو عطاقه احنا نحدد الانتقال وين صار، بس هسه بس هو انتقال. هسه هذا السيجما ينتقل هنا وهذا السيجما هسه افهم السيجما هسه انتقالات اول يا باع ويا غير. There are six possible transitions. The four important transitions and their relative energy are. باع ويا غير. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يقول لك عندي باع ويا غير. There are six possible transitions. ست انتقالات. أربعة من عندها. The four important transitions and their relative energy are. ذني. اللي هي من سيجما سيجما ستار. ومنين؟ من الباي ومن الان ومن الان الباي لان السته رئيسيه باو الاربع رئيسيه بعد شوف سته باو يا هسه راح ناخذ الريجن الرئيسي اللي ياخذ وين باليوفي باو يا ذا ماسترز في الريجن اوف ذا يوفي سبيكترم از ات ويف لينث لونجر ذان 200 ليش؟ يتكون ناقص ويطلع هنا ليش؟ لا شو من 100 هسه ما راح تشوف لا احنا حتى قلنا هذا جو 200 راد فاكم ناقص ليش؟ مو يتكون يجي بسبب باع وياي. The following transition give rise to absorbing the monosphere but nanosphere 100 to 200 nanometer range باع وياي. إذا عندي باي باي ستار وسيجما سيجما ستار الباي باي ستار معناها شنو عندك؟ لا لا الباي إيه لازم لك وزاوية الباي باي ستار مزدوج سيجما سيجما ستار شنو؟ ليش تحتاج طاقة حيل عالية؟ ها؟ ليش تحتاج طاقة حيل عالية؟ لا هو هسه انت حتى بالانتقال ايهما هسه تنقل الباي لو السيجما؟ السيجما طبعا الباي اقرب شلون السيجما طبعا؟ حتى الارتباط ايهما اضعف الباي لو السيجما؟ الباي اي بابا العصر الثانية سي اتش 2 شلون مو اضعف؟ ها انا بدي اسكت زين؟ باع وياي هنا نعطيك هسه امثله الايثين والبيوتاداين ماكو فرق مرات اكو ايرور مرات ايرور نفسك انت من يسوي جزء الاثنين يسوي ارقام مختلفه على نفس السامبل واضح؟ بس باعوا يعني باعوا يعني هذا كم انتقالات هسه باعوا يعني بوندينج بوندينج وهذا نون بوندنج لان هو ما له علاقه واضح؟ هسه وضحت عندكم سهله؟ باعوا يعني. انتي بوندنج انتي بوندنج شوف احنا قلنا كم انتقال عندنا؟ عندنا اربعه وهذا واحد اثنين ثلاثه اربعه مو صحيح؟ اللي هو سيجما بس باع الاوربيتال اس باع الاوربيتال اس هذا بوندنج لو انتي بوندنج؟ هذا البوندنج ابويا باع الانتي بوندنج باع الاوربيتال دي هذا بوندينج هذا شنو هذا الانتي بوندينج الطاقة اللي ياخذها باع وياي تقدر هذا تشوف لي هذا الاستاذ هاي سيد شو صاير بين انتقالات فورمال هاي عفوا ها باع وياي هسه هذه شنو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثاني كلها سيجما وباي وين هذا اللي شنو هو؟ جراوند ستيت ليش هيك وزعنا احنا مو وزعنا كم سيجما عندك راح يصير باع؟ اثنين أربعة ستة ثمانية وش قد باي؟ اللي هو البوندينج وهذا نون بوندينج أكسجين ليش؟ يعني هسه الأكسجين بابا الأستر بهايد هذا كربون هيدروجين كربونيل وشنو بعد؟ اول نوع من الالديهايدات اللي هو شنو؟ فورمالديهايد اللي هو شنو؟ كربون واحد
وهيدروجين مو صحيح؟ مو عفوا كربون واحد كربونيل يعني بس واحد شاي كربونيل فورمالدهيد ابويا سي اس 2 او اللي هو سي دبل بوند او اتش اتش واضح؟ هسه بقى حتى رجع الالكتروني اذا بقى هذا السيجما بقى حتى الغيمه بقى عليها وهذا الباي الباي بينات من بين الكربون والسيجما بينات من بقى وياي سيجما بين كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون حتى اكسجين اول وحده هي سيجما مو بقى وياي بقى وياي هاي سيجما هاي سيجما هاي سيجما هاي سيجما هاي سيجما هسه بس دني بقى هاي سيجما هذا 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 كله الباي بقى العين كم عين عندك؟ ما عندك بس هذه بس هذه وصحيح بس هذه العين بقى الباي ستار الباي ستار ايش راح يصير؟ هسه بس ارجع بقى بقى مو هيك يصير هسه هذا مو باي بقى هسه بقى هسه واضح؟ يعني كأنه شنو؟ لك والله باي ستار يعني انتر بوندنج يعني كل بي اوربيتال بي مركب يعني كأنه ما تهجم صح لو لا؟ واضح شلون ندرس لو لا؟ بس ان احنا ما عندنا مزدوجين على وقتنا وين المزدوجين؟ اوكسجين يعني مزدوج اي عادي شو المشكلة؟ شو بس الكترونين لا مو الكترونين مو هذا كل واحد اثنين اه ايه شو المشكلة؟ شو المشكلة يعني؟ لا لا ما له علاقه هذا ما له علاقه بالليش هو انت النمبون اللي تخلي له تدخله عبالي انه لا شنو عبالك هاي العظيم عبالي المزوج ما له علاقه بهالموضوع اصلا ما له علاقه بالمزوج اصلا شنو عبالي با ويا هسه هسه اول ترانزيشن شنو هو؟ اول ترانزيشن لا هسه راح ارجع بقى مو انا حتى قسمكم الترانزيشن ما هو باور تايب اوف ترانزيشن اول شيء عندك سيجما وباي وان الكترون واضح سيجما وباي وان الكترون سيجما وباي وان الكترون ما هو وقلنا سيجما والباي والالكترون بها ايش قد؟ أربعة رئيسية وقلنا ستة أربعة رئيسية يعني الأربعة رئيسية مالتها وشفتوا الأربعة يعني مبينة من سيجما سيجما ستار تحتاج طاقة عالية جدا معناها شنو طول موجي بس انتم تفهمون هاي الفكرة ابوي بس راح نعرف كم انتقال عندنا انواع الانتقالات كم انتقال عندنا وشلون راح يصير الانتقال وخلص هذا اذا طاقة عالية طول موجي قصير تردد عالي ها خلص وانواع الانتقالات تقول لي سيجما وباي وان والله راح ناخذ دي ترانزيشن راح ناخذ تشارج ترانسفير يعني بس تعرف انواع كل انواع الانتقالات اللي تصير باليوفي وخلص واضح؟ بس ساعة تاني برا خطة شو؟ وما اريد اعبر هون خلنا ناخذ بس الدي ترانزيشن بقى هاي لازم تراجعوها شويه تراجعوا لا ابوي بقى الدي ترانزيشن بارشلي اوكيوب دي اوربيتال هسه احنا اخذنا اي اوربيتال اس وبي صح لا لا هسه وين راح اروح؟ خلاص الاس والبي عرفت انتقالاتهم صحيح؟ سيجما باي سيجما باي وان مو صحيح؟ ولين عرفتوه؟ تفهمون شباب ولا لا؟ تفهمون؟ اكيد ترى كل سهل الموضوع بس تفهمون الطاقه شفتها من هسه بعد شورت ويف لينث شيريد هاي انرجي خلاص والهاي انرجي احنا طبعا عليها فهمت هسه الانتقالات هاي الانتقالات هاي افتهمناها مو خلاص يعني هسه انا اقول لك طلع لي هذا الانتقال باي باي ستار من انا يعطيك تفاعل وانتك فجر طلع لي الباي باي ستار ايش قد راح يطلع عندي واضح؟ او شنو نوعيه الانتقال باي باي ستار سيجما سيجما ستار هاي انت راح تعرفها منين؟ تقريبا من الانرجي من الطاقه واضح؟ من الطول بين الطول الموجي والطاقه من الطول الموجي راح يطلع لك طول موجي ايش قد؟ راح على الاغلب تعرف
كل ما صار طول موجي حيل قصير معناه شنو؟ طالك حيل عالي معناه الانتقال عالي. واضح؟ طبعا انت من شكل الجزيئة انت تعرف راح تعرف عندك بيها كربون 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 بيها كربونيل بيها علم بيها علم واضح؟ كلها تعرفها. بعدي ترانزيشن بدي عندك شنو؟ عندك ترانزيشن فروم لور تو هاير انرجي ليفل، وعندك شنو بعد؟ سبليتنج اوف ليفل اوف تو ذا سبيشال ديستريبيوشن. ضع وياي بالبي كم فرص عندنا؟ عندنا اكس واي وزي. الاكس فصين مو والواي فصين والزي كم فصين؟ كلها فصين بس ايش رايحه؟ يعني 3 دايمنشن عندنا، عندنا 3 دايمنشن. بدي كم دايمنشن عندنا؟ ضع وياي تتذكرون ماخذين من التهجين اس بي 3 دي اس بي 3 دي 2 دي 2 اس بي 3 مو لازم توهم. هو احنا راح نوظف ماخذين هنا راح نوظف هنا ماخذين هناك راح نوظف هنا. ضع وياي ضع السيميلاريتي والاكشن دايركشن. تتذكرون هذا؟ ها؟ تذكرون ولا لا؟ بابا اذا عندي سيميلر معناه شنو الفصوصه؟ صارت لي على وين؟ هسه بس على يا محور صارت لي، هسه عاد شو الفرق هذه عن هذه؟ ضع وياي عندك هسه بدي بالبي عندك فص فص فوق وفص تحت صاير وين؟ بالاكس. وفص فوق صاير تحت وين صاير؟ بالزي. وفص فوق وتحت وين صاير؟ بالواي. بابا هنا من بلشنا عندك زي واي دي زي ودي واي بابا، وعندك شنو دي اكس دي زي، عندك شنو بعد دي واي دي زي، عندك شنو بعد بابا وياي دي 2 زي 2 واي. فهمت سيريز دي 2 اس بي 3 دي 2 ما فهمت زين بابا؟ هذه يا شي اذا فاهمه شو فرق عن البي هذه وبالتالي هذا في خمس محاور. الكوب اي جي اللي هو المحاور الاساسي اللي بي اكس واي بي اكس زد ليش في خمس محاور؟ لانه اي جي وتي تو جي. عندك يعني محورين بعد زايده. اي محورين زايده. عندك بعد محورين زايده بالبي عندك ايش قد؟ بس ثلاث محاور. واضح؟ اي عفوا. واضح؟ هسه فهمت الانتقال؟ هسه انتقال سيجما باي ان شنو بعد؟ والدي. ما هذا انتقال الدي. هسه هذا انتقال الدي. ايش تتوقع؟ بالان باي باي سيجما سيجما ستار تحتاج طاقة أكثر من الانتقالات بالدي. مو بالان أكثر. ليش؟ الدي تكون بعيدة عن مركز المواد تحتاج طاقة. لا لا وليدي هنا ما لها علاقة يعني الطاقة طاقة بيش هنا بس يعني طاقة بيش قصدي طاقة ارتفاع الالكترون بعيد عن النواة. هسه انت هاي الانتقالات باوا يقول لك binding ligand on axis have greater effect of axial orbital. واضح؟ باوا هسه هذا دي اكس 2 دي صاعد وين دو 2 دي 2 ما اعرف المهم. وهذا هسه هاي طاقته اعلى من هذه واقل من هذه. ليش؟ المحاور تختلف عن المحاور. شو شو راح يسوي لك مال المحاور؟ ها؟ تنديك يو باقت بل.